شخص أوصى أخا له بدفع مبلغ 190 ريال نيابة عنه، وبعد ذلك قام هذا الشخص برد هذا المبلغ 200 ريال مع سماحه في الباقي وليس بينهم شرط سابق، ما حكم هذا العمل؟ وهل يدخل في باب الربا؟ هذا جائز ولا يدخل في باب الربا، بل هو من حسن القضاء. فإذا اقترضت من شخص مالا ورددت عليه أكثر منه فهذا من حسن القضاء، لكن لو شرط المقرض أنك تزيد المبلغ هذا ربا. إذا كانت الزيادة مشترطة من المقرض هذا ربا، أما إذا لم يكن هناك شرط وإنما أنت من باب حسن القضاء. الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء. نعم.